عن السينما وسحرها، يعني حبينا نكون أكتر حاجات استوقفتنا النهاردة، وسحر السينما دايما بنجومه ونجماته الجميلة الرائعة. نجلاء فتحي كان عيد ميلادها يوم الخميس 21 ديسمبر. نجلاء فتحي أيقونة، مش بس جمال وإنسانية ورقي، اي حد عارف نجلاء فتحي عارف ان هو قدام شخصية استثنائية ومختلفة وحقيقية وصادقة فيها اوصاف. يعني انا بجد سعيدة لان انا عرفت مجموعة من الشخصيات الرائعة، وكان لي حظ ان انا اشوفهم، منهم نجلاء فتحي. نجلاء فتحي بجد يعني كل الكلمات لا تكفي ولا توفي أي شيء من الكلام عن هذه الشخصية اللي أكيد هتفضل علامة في تاريخ السينما المصرية بجمالها، بموهبتها، بقوة شخصيتها، بثقافتها، بذكائها، بإصرارها، بعزيمتها، برقتها، حاجات كتيرة جدا. هي متفردة في حاجات كتيرة جدا. نجلاء فتحي صاحبة العيون والابتسامة الساحرة، وهي صديقة للكاميرا، وهي إنسانة بشكل غير طبيعي ومع الطاقة، ويعني هي بهجة كده، هي فرحة كده. فاحنا بكل الفرحة بنقول لها كل سنة وانت طيبة وجميلة ومشرقة وفي أحلى صحة وخير، ومفتقدينك وانت جوانا وفي عيوننا وفي قلوبنا. ويمكن استوقفنا كمان ملف عملته الوطن. الوطن عامل ملف حلو جدا عن نجلاء فتحي، بنحييهم، بنحيي مصطفى أعمار وكل الفريق اللي عمل هذا الملف. وخلينا نقول ان احنا بطريقتنا بنقول للجميله الرائعه نجلاء فتحي كل سنه وانت طيبه. خلينا نشوف التقرير ونشوفكم بعد الفاصل، عندنا حلقه مهمه جدا وكلام مهم جدا بعد الفاصل. نشوفكم بعد شويه. واحدة من نجمات الزمن الجميل، تميزت بأناقتها وأنوثتها الممزوجة بالجاذبية، فهي جميلة الملامح وعيونها تنطق بالشقاوة والموهبة. أثرت القلوب بطلتها وتمكنها في أداء الأدوار، فمرت إلى القلوب بسلاسة وقدمت العديد من الأدوار المهمة، فهي كاميليا في أحلام هند وكاميليا، ومجدة في المرأة الحديدية، وصباح في سعد اليتيم. إنها الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي. أحبت الفن بعدما تفتح وعيها على المسرح والسينما منذ نعومة أظافرها، ولم تعلم أن النجومية ستدق بابها وهي لم تتجاوز 15 من عمرها، بعدما رآها الكاتب والمنتج عدلي المولد على أحد شواطئ الأسكندرية ليرشحها للمشاركة في فيلم الأصدقاء الثلاثة، وتقف أمام الكبار أحمد رمزي وحسن يوسف ومحمد عوض. اختار لها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ اسم نجلاء ليكتب شهادة ميلادها الفنية، وببراعة شديدة استطاعت نجلاء إثبات نفسها على الساحة الفنية، وانطلقت بسرعة كبيرة، إذ قدمت بطولتها الأولى في سن 17 أمام النجم رشدي أباظة، وبعدها حرصت على صقل موهبتها، وأصبحت أيقونة للرومانسية، وقدمت مجموعة مميزة من الأعمال، منها أنف وثلاث عيون، وحب وكبرياء، وسونيا والمجنون، ولاية يا من كنت حبيبي وغيرها. تمردت على أدوار الفتاة الحسناء والمدللة، واتجهت للقضايا المجتمعية المهمة، فقدمت العشرات من الأعمال المميزة، منها عفواً أيها القانون، وامرأة مطلقة، ولعدم كفاية الأدلة وغيرها، لتعيش زهرة كما يقولون عنها في المنزل ينتظر الجميع طلتها، وتبقى كاميليا التي لم تفارق سيرتها أحاديث النقاد والجمهور. التالي صعوبة الارتباط العاطفي الثاني.